مورا الروينة اللي كانت بين الوداد البيضاوي والمدرب عادل رمزي اللي ما كانش باغي يمشي، هذا الاخر قبل العرض ديال اداره الفريق وفسخ العقد ديالو بالتراضي مقابل 100 مليون. وحاليا فوزي البنزرتي اللي اصلا كان في كازا وتفاهم مع الفرقه على كل شيء وكانوا كيتسناو غير يلقاو حل مع عادل رمزي ويولي مدرب رسمي للفريق، وهادشي اللي وقع. وسافر المدرب التونسي اللي غادي يكون مع محمد مديحي كمساعد مدرب مع الفريق لطنزانيا باش يلعبوا ضد سيمبا في تشامبيونز ليغ. قرار الاقاله ديال عادل رمزي كان كلشي باغيه، سواء اداره لاعبين وحتى الجمهور. غير هو عدد من الناس اللي كيفهموا في كره وحتى جماهير الوداد ما عجبهمش البديل اللي هو البنزرتي، حيت كيقولوا بلي البنزرتي ماشي هو الراجل المناسب للوداد، خصوصا في هذه الفتره اللي كتدوز منها الفرقه، حيت بحسب القول ديالهم انه مؤخرا البنزرتي ما قدرش يحقق شي انجازات كبيره مع الفرق اللي درب، واخر تجربه ليه مع الرجاء كانت هي اكبر دليل، زائد انه عنده عقوبه ديال 4 ماتشات ما غاديش يقدر يكون فيهم في الملعب. وهذه الفتره اللي كتدوز منها الوداد حاليا ضروري المدرب خصو يكون في البونجوش، زائد انه حتى الطريقه ديال اللعب ديال البنزرتي بحسب بعض المحللين ما بقات صالحه باش يقدر يحقق بها بطولات وانجازات وخاصه تتطور. وانتوما اش بان لكم؟ واش البنزرتي هو الرجل المناسب للوداد في هذه الفتره، او ان اداره الوداد تسرعوا في الاختيار؟